أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنخصصها لمناقشة قيام الميليشيا بطباعة جوازات سفر بطرق غير قانونية وأثر ذلك على المواطن اليمني. كشفت مصادر دبلوماسية عن قيام الميليشيا بطبع آلاف الجوازات بشكل غير قانوني في دولة إيران. المصادر قالت إن الميليشيا لجأت إلى هذه الإجراءات بعد أن استنفدت الكمية التي كانت بحوزتها في العاصمة صنعاء، فلجأت إلى طباعة نسخ غير قانونية وعليها عيوب واضحة مخالفة للطبعة الرسمية، الأمر الذي أدى إلى اكتشافها في العديد من سفارات الدول وإلغاء معاملات وسفر المئات من اليمنيين في الخارج. هذا الإجراء على ما يبدو استدعى الحكومة الشرعية إلى إلغاء تلك الجوازات كما رشحت الأخبار، لكن هذه الخطوة لم تعالج المشكلة بقدر ما زادت من تعقيدها بحسب مراقبين. نتوقف مشاهدينا الكرام عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هو الخطر الذي يمثله إجراء الميليشيا على المواطن اليمني؟ وكيف يمكن معالجة الإشكالات المترتبة على هذا الإجراء؟ قبل البدء في النقاش نتابع وإياكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير. فضيحة جديدة للميليشيا تشترك مع غيرها من الفضائح السابقة في تقويض مؤسسات الدولة، لكن خطرها أكبر وأعم، فهي تستهدف اليمنيين في الداخل والخارج، حيث كشفت مصادر دبلوماسية عن قيام الميليشيا بطبع آلاف الجوازات بشكل غير قانوني في دولة إيران وفي مطابع محلية أيضا. المصادر قالت إن الميليشيا لجأت إلى هذه الإجراءات بعد نفاذ الكمية التي كانت بحوزتها في العاصمة صنعاء. المشكلة أن الجوازات التي تم طبعها أتت مخالفة للنسخ الرسمية وعليها عيوب واضحة، وهو الأمر الذي أدى بالعديد من دول العالم إلى عدم التعامل مع حاملها من اليمنيين الذين فقدوا الكثير بسبب تعثر سفرهم. دول كثيرة من بينها الولايات المتحدة والإمارات العربية اكتشفت الأمر ورفضت التعامل مع حاملي تلك الجوازات الذين فقدوا فرصهم في الدخول إلى تلك الدول التي بدورها أبلغت الشرعية بالحادثة، وهذا الأمر وحده ما يفسر قرار الشرعية قبل أسابيع في إلغاء الجوازات التي تم إصدارها من مناطق سيطرة الميليشيا. هذا التجاوز ليس الوحيد للميليشيا في هذا الشأن، فقد سبق أن حولت إصدار الجوازات إلى تجارة في السوق السوداء وبالعملة الصعبة، حيث امتنعت عن إصدارها إلا بمبالغ طائلة، علاوة عن قيامها بتوزيع الجوازات الدبلوماسية على أسر كاملة من أتباعها، حيث يتم استغلالها بالتنقل بين البلدان لأغراض سياسية واقتصادية خاصة بالانقلابيين. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. ينضم إلينا الآن من ماليزيا فتحي القادر، وهو أحد المتضررين من الجوازات غير القانونية. أهلا بك أستاذ فتحي. أهلا وسهلا أستاذ الكريم. أستاذ فتحي، حدثنا عن طبيعة المشاكل التي واجهتموها بسبب هذه الجوازات غير القانونية. أستاذ الكريم، أولا أريد أن أستاذ فتحي، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد فتحي القادري أحد المتضررين من الجوازات غير القانونية. على كل حال ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من القاهرة سيد مانع المطري المحلل السياسي. أهلا بك أستاذ مانع. أهلا وسهلا أستاذ مانع. هذا الإجراء الذي تقوم به ميليشيات الحوثي والانقلابية، الميليشيات الانقلابية، بداية كيف يعني عرفت وسائل الإعلام بهذا الإجراء؟ معذرة أخي العزيز، أنا لم أتابع البرنامج منذ بدايته ولا أعلم بالدقة بالضبط ما هو الموضوع الذي يتم النقاش فيه. الفكرة أستاذ مانع أن هناك كثير من المصادر الدبلوماسية التي تحدثت على أن الميليشيا قامت بطبع آلاف الجوازات بشكل غير قانوني في دولة إيران. هناك كثير من المصادر قالت أن الميليشيا لجأت إلى هذه الإجراءات بعدما استنفذت الكمية التي كانت بحوزتها في العاصمة صنعاء، فلجأت إلى طبع نسخ غير قانونية وعليها أيضا عيوب واضحة مخالفة للطبعة الرسمية، وتم اكتشاف هذا الأمر في الكثير من الدول وسفارات الدول، يعني في سفارات اليمن في دول أخرى، وهناك الكثير من المعاملات التي تم إلغاؤها. برأيك كيف يمكن ل يعني
ميليشيا القيام بذلك؟ ما هو المبرر الذي دفع الميليشيا للقيام بذلك؟ أنا أعتقد أن هذا العمل الذي تقوم به الميليشيا له هدفين رئيسيين. الهدف الأول هو تحقيق موارد مالية لتمويل الحرب، وهذه الموارد يتم استغلالها في تمويل حربهم على الشعب. الهدف الآخر هو هدف أمني بامتياز، وهو من خلال الحصول على جوازات غير مقننة تتحمل الحكومة اليمنية مسؤوليتها ويتم استخدامها بشكل غير شرعي، وربما يتم استخدامها في زعزعة أمن واستقرار دول الجوار والأصدقاء والأشقاء. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ مانع. ينضم لنا الآن من جديد من ماليزيا طالب فتحي القادري، وهو أحد المتضررين من الجوازات غير القانونية. أهلا بك أستاذ فتحي مجددا. أهلا وسهلا. كنت تتحدث عن طبيعة الإشكالات التي يعني تواجهكم بسبب هذه الإشكالية في الجوازات، تفضل. أولا أريد أن أشكر قناة بلقيس وأخص بالذكر برنامج زوايا الحدث للاهتمام بهذا الموضوع المهم والذي شكل لنا عبا كبيرا. أولا نحن الفائزين باليانصيب الأمريكي اللي هو القرعة العشوائية اللوتري للعام 2017، وصل عدد الفائزين لهذا العام إلى 680 شخص، وحاليا وصل عددنا في ماليزيا المتواجدين أكثر من 150 شخص متواجدين حاليا في ماليزيا. واجهنا مشكلة تعليق وطول الإجراءات الإدارية في السفارة الأمريكية بكوالالمبور، وصلت أحيانا إلى أكثر من 4 أشهر ونحن لا ندري ما هو السبب. في خلال هذه الفترة وجدنا أنه السبب كان من أهم الأسباب الموجودة، أنه بسبب الجوازات الصادرة في عام 2016 من سواء كانت من محافظة صنعاء من العاصمة صنعاء أو كانت من محافظة إب، وهذا الذي شكل لنا عبئا كبيرا بالنسبة للمعاملة في السفارة الأمريكية. إذن الجوازات كانت صادرة إما من صنعاء أو من إب، هي التي كانت فيها الإشكالية؟ هذا يعتبر أهم إشكالية واجهتنا في السفارة الأمريكية. ليش؟ لأنه إحنا الآن 150 شخص الذي جينا للوتري الذي الأصل لا يتعدى المعاملة أسبوع واحد بالكثير ثم نحصل على التأشيرة، وجدنا أنه من 150 فقط منح ما يعادل 8 أشخاص ممن جوازاتهم قبل 2016 منحوا التأشيرة. يعني من المصادفات أنه أحد الشباب المتواجدين معنا هو وزوجته وثنتين من بناته، أنه تم تأشير إعطاء التأشيرة للزوج والزوجة وأحد البنات، وبنت أخرى اللي الثانية عمرها 3 سنوات معها جواز صادر من صنعاء عام 2016 وضعها تحت الإجراءات الإدارية، وهذا كان من الأشياء التي أوضحت لنا أن المشكلة الأساسية كانت مشكلة الجوازات. يعني الآن هذه الحالة، نعم هذه الجوازات صدرت، أن تؤكد المعلومة أن هذه الجوازات صدرت من صنعاء وإب؟ نعم نعم. طيب بشكل عام بقية المناطق، هل كانت هناك إشكالات لاحظتموها من خلال الجوازات التي تم إصدارها في مناطق أخرى؟ حقيقة في تلك الفترة لم يكن متواجد جوازات إلا في المحافظتين في 2016 خاصة شهر 5، يعني كثير من الشباب لأنه المواعيد يعني نتيجة الفوز بالنسبة للوتري تأتي قبل هذا التاريخ في شهر 5 أو ما في شهر 5، ولذلك معظمنا 680 اللي قطعوا الجوازات في هذا الشهر شهر 5 إلى 6، فكان هذه الإشكال الكبيرة يعني. طيب عموما كيف يعني كيف تم تجاوز الأمر بالنسبة للناس في ماليزيا، وبشكل عام كيف تعاملت أيضا السفارة هناك مع هذا الأمر؟ بداية وصلتنا موعدنا من السفارة الأمريكية للمقابلة في ماليزيا بسبب إقفال السفارة الأمريكية في صنعاء رغم بسبب الظروف التي يمر بها البلاد. احنا حقيقة واجهنا صعوبة كبيرة عندما خرجنا من البلاد، هناك تكاليف باهظة جدا ومعاناة عانيناها، منا من باع أرضه ومنا من وضع أوراق بيته كره، منا من تحمل الديون، منا من باع مصدر رزقه. لعلمنا أن الإجراءات الإدارية بالنسبة للسفارة الأمريكية لا تتجاوز أسبوعا واحدا. نحن حقيقة في هذه الفترة قبل حوالي 3 أسابيع توجهنا إلى السفارة اليمنية بكوالالمبور، كون السفارة اليمنية هي الجهة الرسمية لتحل مشاكل مواطنيها. حقيقة استقبلنا سعادة السفير الدكتور عادل با حميد، وكان من المتعاونين جدا جدا، وحقيقة بدأنا الحل من قبل 3 أسابيع. اليوم كان اللقاء مع سعادة السفير وأوضح لنا أكد لنا أنه الجوازات هي مشكلة أساسية بالنسبة للمعاملات،
بدأنا نبحث الحلول والمطروحة لتجاوز هذا الحل. فكان الحل أنه قطع الجوازات، لكن احنا حقيقة طلبنا من سعادة السفير أنه لابد أيضا مخاطبة الجانب الأمريكي لنتأكد هل أن قطع الجوازات لن تعرض معاملاتنا للغاء، وهذا ما استوضحنا من سعادة السفير، وقد أبدأ استعداده لمقابلة السفارة الأمريكية والبحث عن حلول ممكنة. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ فتحي، هناك الكثير من المعلومات التي تقول بها، لكن دعني أعود إلى الأستاذ مانع المطري. أستاذ مانع، ما هي الخطورة من ناحية الأمن؟ يعني أقصد ما هي المخاطر الأمنية التي يعني لدول مثل الولايات المتحدة والإمارات الحق في أن يعني تكتشف هكذا أخطاء ويعني تمنع سفر مواطنين إليها بسبب المشاكل بداخل هذه الجوازات؟ الجميع يعلم أن هناك أسماء أشخاص مطلوبين دوليا، وقد تقوم الميليشيات باستخدام هذه الجوازات بإعطاء هويات غير حقيقية لهؤلاء الأفراد ليتمكنوا من السفر والتنقل من مكان إلى آخر حتى يحققوا أغراضهم الإرهابية والمخلة بالأمن للدول الصديقة والشقيقة، والتي ستؤثر بشكل كبير حتى على علاقة اليمن بهذه الدول. وبالتالي الحكومة اليمنية عليها أن تقف بشكل جاد أمام هذه المسألة، وأن تتخاطب مع كل الدول بعدم التعامل مع أي جوازات صادرة من السلطة الانقلابية في صنعاء، وأن يتم التعامل مع الحكومة الشرعية، وهو ما يجري حاليا. أعتقد أن غالبية دول العالم لا تعترف إلا بالجوازات التي تصدر من الحكومة الشرعية. يعني برأيك الآن بالنسبة للحكومة الشرعية، هل يكفي بالنسبة لها أن تمنع التعامل مع الجوازات الصادرة مثلا من أب ومن صنعاء من المحافظات التي تقبع تحت سيطرة الانقلابيين، وتكتفي بالتعامل مع الجوازات مثلا من عدن ومأرب؟ هل سيكفي هذا الإجراء لحل هذه الإشكالية؟ لا 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 لا، أعتقد أن الحكومة توقفت عند هذا الأمر. هي ربما بوسائل إعلامها تبلغ كل المواطنين بعدما الاعتماد على جوازات تصدر من سلطة غير شرعية وتصدر بطريقة غير قانونية، وأن يتم التعامل مع مراكز إصدار الجوازات التابعة للحكومة، وأيضا أن تقوم الحكومة بمعالجة الحالات الطارئة التي نتجت عن أو التي تضرر فيها مواطنين كضيفك الكريم، بأن توجد لهم حلول حتى يتمكنوا من استكمال إجراءات سفرهم، وأن لا يلحق بهم ضرر نتيجة لأنهم استخدموا جوازات لم يكونوا يعرفوا أصلا أنها لم تعد مقبولة لدى المجتمع الدولي ولدى مختلف دول العالم. طيب ما هي الحلول المقترحة لمثل هكذا أمر أستاذ مانع؟ أنا أعتقد أن السفارات الجمهورية اليمنية بمختلف دول العالم لديها تعليمات واضحة في التعامل القانوني مع حالات من هذا النوع، وأنها إما تقوم باستبدال الجوازات التي لديهم وهي بصفة غير قانونية، وأخذ بيانات مستوفى يتم إدراجها ضمن قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالجوازات وإعطائهم جوازات بديلة لها، وأيضا التخاطب مع الدول مع نظيراتها من السفارات الدول الأخرى التي يراد السفر إليها لتسهيل مهمة أو إمكانية سفر رعاية الجمهورية اليمنية. طيب أستاذ مانع، الآن بالنسبة للمواطنين المتواجدين بخارج البلاد، هل بوسع يعني السفارات التي توجد مثلا في ماليزيا أو غيرها إعطاء مواطنين جوازات؟ هل لديها الإمكانية يعني إمكانية توفير هذه الجوازات؟ هناك عدد من السفارات الجمهورية اليمنية تم افتتاح مراكز إصدار آلية فيها لإصدار جوازات ولاستبدال الجوازات الحالفة وأيضا تجديد الجوازات المنتهية الصلاحية، ومنها كوالالمبور وأيضا القاهرة والبحرين وأكثر من بلد. وبالنسبة للدول التي لا يوجد فيها مراكز إصدار آلي، هناك آلية لإصدار هذه الجوازات عن طريق مراسلة المركز الرئيسي لإصدار الجوازات عبر السفارة اليابانية. إذا أشكرك المحلل السياسي مانع المطري، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إلى سيد فتحي القادري. أستاذ فتحي، حدثنا على أن السفير تقدم يعني قدم لكم نوع من الحلول، وأنتم الآن بصدد انتظار الجهات الأخرى التي تودون التقديم لها حتى يتم التأكد من أن هذه الحلول مناسبة، لكن هذا الأمر الآن في داخل الدولة التي أنتم بها، هل سيشكل لكم أي نوع من المضايقة؟
بالنسبة لدولة ماليزيا الشقيقة، حقيقة هناك تعاون كبير خاصة للمواطنين اليمنيين، لكن الخوف الكبير هو من السفارة الأمريكية أن تتعرض معاملتنا للإلغاء لسبب يعني لابد أن يتضح للمستمعين الكرام والجمهور. بالنسبة لنا معاملتنا نحن قرعة على عشوائية، أنه معنا مدة محددة. أيضا عندما قدمنا طلبات الدخول إلى أمريكا مقدمينها بأرقام الجوازات السابقة، فنحن نخاف أن نتعرض لمسألة الإلغاء بالنسبة للفيزا، وهذا كما تعلم أنه يعني فرصة وأمل للشباب، وكل شاب موجود هنا الآن يمثل أسرة، وكل أسرة يعني مع الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد يعني يمثل أمل لهم بالنسبة للسفر إلى أمريكا. ولذلك مشكلتنا الأساسية تقريبا هي تكمن في مسألة السفارة الأمريكية والتواصل معها. لكن عندما يتم مثلا التخلص من الجوازات التي حدثت فيها إشكالات، وأنتم الآن في دولة يعني أصدرتم الإقامة فيها أو إذن البقاء فيها على هذه الجوازات، ألن تكون هناك إشكالية في هذه الدولة نفسها التي بهذه الحالة هي ماليزيا الآن؟ وعدنا حقيقة سعادة السفير أن سيقوم بالتواصل مع الجهات الماليزية وعمل الحلول المناسبة بالنسبة لمثل حالتنا، يعني قد ربما أنه تعطى تأشيرة جديدة في الجواز الجديد بحيث لا نتعرض لأي خروج مفاجئ من دولة ماليزيا الشقيقة. طيب أستاذ فتحي، بعلمك هل هذا الأمر يعني الخلل الذي حصل في هذه الجوازات ينطبق على يعني حصل في دول أخرى بخلاف ماليزيا؟ هناك كثير من الدول، وبعضهم من أصحاب الوتري، بعضهم من أصحاب القرعة العشوائية، وكثير من المعاملات خاصة في السفارة الأمريكية اللي هي معاملات لم تشمل غيرها. هناك في جيبوتي، في الصين، هناك من في بعضهم في السعودية، هناك هذه كل هؤلاء الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذا الإجراء ما زلنا أيضا نتعرض لمسألة الإجراءات الإدارية طولها. ولذلك كانت البادرة نعتبرها بدأت من هذه الأسابيع لنجد الحل، لكن إلى الآن الحلول غير موجودة نعتبرها، بسبب أنه عدم نقول أن السفارة الأمريكية لم تعطي الضوء الأخضر لقطع الجوازات. طيب قبل أن يعني نختم معك أستاذ فتحي، أليس هناك احتمال أن تكون هذه الإشكالية مرتبطة بما يحدث من قوانين جديدة في مثلا دولة أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، من قرارات تنفيذية بمنع السفر للمواطنين اليمنيين بحسب الأوامر التنفيذية؟ بالنسبة للأمر التنفيذي كما تعلمون أنه أبطل عن طريق كثير من المحاكم في أمريكا. أما بالنسبة هل بسبب الأمر التنفيذي؟ لا أعتقد بسبب الأمر التنفيذي، لأنه بالنسبة للقرعة العشوائية هو طلب من الحكومة الأمريكية بدخولنا. إحنا لم نطلب الفيزا للدخول، وإنما هي طلبتنا، ولذلك هي تحتاج 50,000 شخص يدخلون أمريكا للعمل فيها ولرفض الاقتصاد الأمريكي. ولذلك نعتقد اعتقاد أنه السبب الرئيسي سبب الجوازات بسبب أنه لا يوجد ربط معلومات أو سيستم موجود ما بين السيستم الموجود في صنعاء وإب مع السنترات أو السيستم الموجود في عدن أو في الرياض. نعم، إذن أشكرك فتحي القادري أحد المتضررين من الجوازات غير القانونية، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من مأرب العقيد عبد الرب الحميقاني، مدير جوازات مأرب سابقا. أهلا بك سيادة العقيد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخي الكريم، حياك الله. سيادة العقيد، منذ متى وانتم على علم بهذه الاشكاليه المتعلقه بالجوازات والتي تشير المعلومات الى انها طبعت في ايران؟ طبعا انا كنت نائب مدير جوازات مأرب تصحيحا لما طرحت. لا شك ان الميليشيات الحوثيه قد حدثت بكلش، ومن ضمن ذلك الجوازات الخاصه اليمنيين. وعندما كنت بصنعاء قبل اعتقالي، يعني أنا أتكلم عن قبل شهر 6 2015، وقامت الميليشيات الحوثية بإصدار جوازات وبأسماء وهمية للعديد من قياداتها، يعني هذا بداية المشكلة أتكلم لك يعني. وقامت بأخذ
السيستم الرئيسي في الجوازات إلى المجلس السياسي، المجلس السياسي التابع للميليشيات الحوثية، بحيث يعني منعت إصدار الجوازات لمدة 15 يوم ولا ندري ماذا حدث. يعني حتى الجوازات السليمة، يعني ما أتكلم عن الطبعة الجديدة، أتكلم عن الجوازات التي بقيت من أيام حكومة الشرعية، تم العبث بها وتم العبث بالسيرفر الرئيسي، السيرفر الرئيسي أو نظام إصدار الجوازات. في احتمال كبير أن الميليشيات قامت بإصدار جوازات لرجال استخبارات أجنبية يعبثوا بالأمن في اليمن وخارج اليمن، وأيضا بأسماء وهمية لميليشياتها. تمام؟ بعد نفاذ، بعد نفاذ، أنا بعدين اعتقلت بسبب أني عارفت هذا الموضوع، اعتقلت لمدة 9 شهور. بعد نفاذ الطبعة، تمام، قامت الميليشيات الحوثية بمراسلة الشركة الألمانية اللي كانت تطبع الحكومة الشرعية، تمام، على أساس تطبع جوازات أخرى، تمام. الشركة الألمانية رفضت على اعتبار أنها عصابة وليست حكومة، تمام. قامت الميليشيات الحوثية وبالتنسيق مع إيران بطباعة تعيين النسخ في شركة أندونيسية، الشركة الأندونيسية هذا، تمام، طبعت جوازات لا تحتوي على الحد الأدنى من العلامات الأمنية. يعني طيب هل لديك أسماء لهذه الشركات أستاذ عبد الرب؟ الشركة الأندونيسية التي تتحدث عنها، هل هناك لا اسم؟ أيوة، هذه لا يعني شركة خارج يعني سيطرة يعني الحكومة الأندونيسية، ويعني زي ما تقول سوق سوداء، يعني سوق سوداء تشتغل بأجراء، تمام. طبعا قلت يعني في حد أدنى من العلامات الأمنية يعني متفق عليه عالميا، بحيث إذا اختل هذه إذا اختلت هذه العلامات أيضا الجواز يصبح زي الدفتر ولا زي ما له أي قيمة، تمام. الميليشيات الحوثية طبعت الملايين من هذه الجوازات وتقوم بابتزاز الناس، ويعني أيضا بأسعار خيالية. وصل الجواز يعني قبل ما تنتبه حكومة الشرعية، وصل الجواز إلى حد يعني 300,000 إلى 200,000، يعني أسعار باهظة، وكانت يعني تجبى لصالح المشرفين والمجهود الحربي الذي يتبعهم. بعد ذلك تنبهت الحكومة الشرعية وعن طريق بعض المهندسين الوطنيين الذي قام بتسريب النظام الأساسي، تمام، تسريب النظام الأساسي لإصدار الجواز. لعلمك يعني أقولها، البطائق الشخصية الآن لا زالت بيدهم ولم تعمل الحكومة الشرعية أي إجراء، لكن الجوازات بسبب يعني الموظفين الوطنيين سربوا نسخة من النظام الأساسي وقاموا بجلبه إلى مناطق سيطرة الشرعية وفي مكان. طيب سيادة العقيد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم لنا الآن من مأرب، من عدن، علي ناصر لخشع، نائب وزير الداخلية. أهلا بك أستاذ علي. سيادة اللواء، أهلا بكم. أهلا بكم، حياكم الله. سيادة اللواء، منذ متى ولديكم علم بهذه الجوازات التي يبدو أنها مثلت إشكالية كبيرة للمواطنين اليمنيين؟ والله بلغ يعني أنا شخصيا يعني سمعت هذا يعني قبل أقل من أسبوعين، أنه يعني في إصدار جوازات، وتم التواصل مع يعني الجهات المختصة وأصدرت تعليمات بأنه أي جواز يصدر من صنعاء هو جواز يعني مزور ولا يمتلك أي شرعية، وتم التوجيه إلى مصلحة الهجرة والجوازات بأن تتواصل مع سفاراتنا في الخارج والغنفريات وتعالج أي إشكاليات يعني ظهرت نتيجة هذا التصرف العشوائي يعني إيش ما نسميه الخارج عن نظام القانون. طيب الآن ما هي الإجراءات التي اتخذتموها بشكل يعني أكثر، يعني لو وضحت لنا بشكل أكبر طبيعة الإجراءات وكيف هي الآلية التي ستتخذونها لإصدار الجوازات للمواطنين في المناطق التي تم يعني منع المواطنين منها؟ يعني فيما يتعلق اولا ما تكون عندنا اول مشكله هي بالنسبه للمواطنين العالقين في الخارج، يعني الذين كانت معهم تلك الجوازات المزوره، وبالذات من ذهب منهم الطلاب او يعني من الامراض، وهذا بيتم المعامله فيه عبر السفارات والقنصليات هناك وفرع الهجره فيها. ما يتعلق يعني بالمحافظات الاخرى
لدينا فرع وزارة الداخلية في مأرب يصدر كل الجوازات الخاصة بالمحافظات يعني التي هي الحديدة وحكة وصعدة وأمران إلى آخره حتى يعني وصول لمأرب. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيادة اللواء. أعود إلى العقيد عبد الرب الحميقاني مدير جوازات في مأرب سابقا. سيادة العقيد، إذن هناك تاريخ من المشاكل أو تاريخ من الإجراءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي في يعني التضرير بطبيعة الجوازات بالنسبة لليمنيين وعمل إشكالات بخصوصها. أنتم كيعني كجهاز خاص ويعني توكل إليه مهمة إصدار هذه الجوازات، ما هي الإجراءات التي تقترحونها لمواجهة هذه الإشكالات؟ والله يا سيدي أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا نبهت لهذه المشكلة قبل يمكن شهرين وقلنا أن الميليشيات بإصدارها لهذه الجوازات وقبولها في المن. سيد عبد الرب، إذا يبدو أن الاتصال انقطع مع العقيد عبد الرب الحميقاني. يعود إلى اللواء علي ناصر لخشع. سيادة اللواء، الآن هناك الكثير من المواطنين اليمنيين في خارج اليمن ممن يعني تعطلت أعمالهم وصعب عليهم التنقل بسبب هذه الجوازات، هل الحل سيكون سريعا لمواكبة احتياجات المواطنين؟ نعم نعم، نحن يعني الهجرة ووزارة الخارجية وجهوا يعني كل القنصليات والسفارات يعني بلادنا يعني في إعطاء جوازات للعالقين يعني جميعا يعني ممن تورطوا في هذه العملية، وحتى لا تكون هناك إشكال. أيضا المحافظات التي لا زالت تحت سيطرة الانقلابيين كما قلت لك، يعني المحافظات الشمالية القربية حتكون عبر مأرب، وأيضا سعد وأب والمضغاية بيكون صرفها عبر عدن، وبالتالي الأمور ممكن تتيسر وممكن نبحث عن آليات أخرى حتى لا يكون هناك أي إشكال في هذا الموضوع. طيب الآن بالنسبة للإشكالات التي كانت تحدث بخصوص منح، سواء وسائل الإعلام تحدثت على منح أجانب جوازات من قبل جوازات يمنية أو منح شخصيات بأسماء أخرى، هذا الأمر كيف أنتم ستعالجوه وهو مثل المشاكل يعني مشاكل أمنية خطيرة؟ نحن يعني نقول إنه أي جوازات صدرت يعني من بعد يعني 2014 يعني أو من بعد يعني مرحلة يعني خروج يعني الأخ الرئيس من صنعاء، هذه الجوازات كلها تعتبر يعني بحد ذاتها غير مشروعة، وبالتالي نحن طالبنا كل دول العالم عبر سفاراتها بعدم يعني التعامل مع هذه الجوازات أيا كانت، وأبلغنا عن من يحملها من الأشخاص إن كان من اليمنيين أو كان غير اليمني، وبالتالي سنتخذ إجراءات يعني عقابية حول هؤلاء الأشخاص الذين ينتحلون يعني صفة اليمن. إذا سيادة لواء علي ناصر بن لخشع نائب وزير الداخلية كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على حسن المتابعة والإنصات. تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات زميل ماهر أبو المجد وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.